نعم، يعني 10 صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني قبل قليل نحو المناطق الواقعة في الجليل الغربي في 16 منطقة دوت فيها صافرات الإنذار. الحديث في إسرائيل عن اعتراض عدد من هذه الصواريخ، ولكن على ما يبدو هناك صواريخ سقطت على أهداف لا نعرف إن كانت في مناطق مفتوحة أم في داخل البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود. يتحدثون حاليا عن انقطاع للتيار الكهربائي على الأقل في 4 مناطق من المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار، من بينها منطقة شلومي والمناطق التي قطع فيها التيار الكهربائي تتركز في شمالي النهارية، بمعنى أننا نتحدث عن رشقة صاروخية أطلقت واستهدفت تلك المناطق. عادة المناطق الواقعة في أو المحيطة بنهارية عادة ما يتم استهدافها من قبل الفصائل الفلسطينية التي تنشط في الجنوب اللبناني. عادة ما كانت كتائب القسام التي تعمل في جنوب لبنان تتبنى مثل هذه العمليات إطلاق الصواريخ نحو شلومي ومناطق أخرى في الجليل الغربي. حتى الآن لا حديث في إسرائيل عن وقوع إصابات، ولكن غدا أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدريب عسكري قبل قليل. سيتم هذا التدريب في محيط نهرية، سيبدأ في ساعات صباح هذا اليوم. ومثل هذه التدريبات هي تكثر في الأيام الأخيرة في محاولة للاستعداد إلى سيناريو المواجهة أو الضربة الاستباقية التي قد تقدم عليها إسرائيل نحو لبنان في ظل عدم وجود حل في الأفق، وفي ظل أيضا رفض إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، وهذا المطلب الذي يطالب به حزب الله لإعادة الهدوء نحو أو إلى الحدود مع لبنان. إسرائيل تريد تغيير المعادلة الأمنية في هذه الحدود، تريد إبعاد عناصر حزب الله عن الحدود، خلق واقع أمني جديد مختلف عن الوضع الذي كان عليه قبل 7 أكتوبر. وقبل 7 أكتوبر نذكر مثلا أزمة الخيمة التي نصبت أو الخيمتين التي الخيام التي نصبت تحديدا في مزارع شبعة المحتلة، والتي أحدثت حالة من التوتر على هذه الحدود. إسرائيل لا تريد العودة إلى تلك النقطة من خلال تواجد عناصر حزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ولكن على الأرض ربما الوضع ليس سهلا. وحتى اللحظة ربما جولة هوكشتاين لا تعني بالنهاية بأن إسرائيل ذاهبة إلى هدوء على هذه الحدود، ربما الأقرب هو مواجهة أو ضربة استباقية قد تنفذها إسرائيل، وهي تستعد لذلك من خلال تحضير الجبهة الداخلية، من خلال تحضير المشافي في إسرائيل تحديدا في المناطق الشمالية، من خلال إجراء الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة تدريبات تحاكي سيناريو اجتياح الجنوب اللبناني، ومن خلال أيضا التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإسرائيليون، ومثلا أخذها وتبناها عامس هوكشتاين عندما زار بيروت اليوم، وأهمها هو التصريح الإسرائيلي الذي قاله جالنت عندما وصل إلى القيادة الشمالية الأسبوع الماضي، وقال بأنه لا إذا في حال الذهاب نحو هدنة مؤقتة ووقف لإطلاق النار مؤقت في قطاع غزة فإن ذلك لن ينعكس على هذه الحدود، وهدد باستمرار القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. لذلك نتحدث عن رشقة صاروخية، بعض هذه الصواريخ تم اعتراضها، ولكن على ما يبدو أنها أحدثت أضرار في البنية التحتية تحديدا في الكهرباء.